اليوم سنتأمل هذه الحشرة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة كيف تتكاثر؟ لماذا هذه القوة؟ لماذا هذه المخالب؟ لماذا تضع بيوضها بمادة لاصقة بحيث يصعب إزالتها من شعر الرأس؟ سبحان الله انظر أخي الحبيب هذا هو الشعر والشعر هنا دقيقة جدا عندما نقوم بتكبيرها انظر هذه هي قمله الراس سبحان الله مخلوق بسيط جدا نظنه مخلوق تافه ولكن حقيقه هذا المخلوق قوي جدا يتغلب على كل انواع الادويه يتغلب على ظروف المناخ والطقس يتغلب على الظروف الصعبه هذه القمله تعيش تتكاثر تضع البيوض وتفقس حتى في اصعب الظروف سبحان الله ما سر هذه الحشره عندما كبر العلماء هذه الحشره انظر اخي الحبيب وهذه طبعا شعره من شعرات الراس شعرات راس الانسان انظر هنا عندما تقوم بتمشيط هذا الشعر ولكن بمشط خاص اسنانه متقاربه جدا فان هذه القمله تعلق هنا انظر معي تعلق هنا على بين اسنان هذا المشط وبالتالي هذه الطريقة مناسبة وبخاصة للأطفال لتخليصهم من هذه الحشرة بسهولة أن يتم التمشيط بشكل متكرر. طبعاً هنا أيها الأحبة يعجب العلماء من هذه الحشرة. كيف تستطيع أن تتمسك بشعرة واحدة؟ مع العلم أن قطر الشعرة دقيق جداً، الشعرة دقيقة جداً. هذه الحشرة مصممه لتعيش على راس الانسان، سبحان الله انظر معي، <applause> هذه الاجهزه العجيبه هنا لديها كل الاجهزه الموجوده في الكائن الحي، في هذا الحيز الدقيق الذي هو جزء من المليمتر لا نراه بالعين، يصعب رؤيته بالعين، على الرغم من ذلك هي تمتلك الارجل، تمتلك جهاز عصبي، تمتلك قدره على المناوره، على التكاثر، على أن تتغذى وتطرح الفضلات لديها كل قدرات الكائن البشري سبحان الله انظر معي هذا الكائن الذي ولديها ايضا قرون استشعار تستشعر الخطر وتتحرك وتتنقل وتناور سبحان الله مع انها بطيئه جدا يعني انظر لتصميم هذا المخلب هذا المخلب انظر اخي الحبيب هنا تتمسك بمخالبها في شعره الانسان هذه هي الشعره وهذا هو المخلب مناسب جدا لحجم او لقطر شعرة الراس، سبحان الله، يعني الله يريد ان يرينا عجائب خلقه، انظر هذا المخلوق الذي لا يرى عندما نكبره مئات المرات، انظر كيف يظهر تحت المجهر، يعني دقة في الصناعة، انظر الى هذه المخالب كيف تمسك بهذه الشعرة الدقيقة، يعني تصميم عجيب جدا سبحان الله، لماذا خلق الله مثل هذه الأشياء في الطبيعة ليقول لك أيها الإنسان انظر إن هذا الكون لم يأتي عبثاً، لم يتطور عبثاً، لم يخلق بشكل عشوائي بل هناك منظم عليم حكيم خلق هذه الكائنات ورزقها وجعلها جزء جزءاً مهماً من النظام من التوازن البيئي النظام المتعلق بالتوازن البيئي، انظر هنا كيف تنتقل بسرعة على هذه الشعر على شعر الراس، طبعا هنا تستطيع ان تنتقل من شعر طفل لشعر لشعر اخر عندما يعني يقتربان جدا من بعضهما، يعني لديها قدره على الانتقال، ولكن لا تستطيع ان تعيش منفرده تموت بعد عده ساعات او عده ايام، تحتاج الى شعر لتتغذى عليه، صممت للعيش على شعر الانسان سبحان الله، مع العلم ان هناك انواع كثيره منها لمخلوقات متعدده تعيش ايضا على شعر الحيوانات والكائنات الحيه الاخرى سبحان الله بطريقه عجيبه جدا انظر معي اخي الحبيب الى هذه الارجل والكماشات التي لديها وكيف تنتقل من شعر الى شعرة بسرعه وبمرونه وتستطيع ان تناور انظر هنا انظر كيف تتمسك بهذه هذه الشعره هنا وهذه هي قملة الراس سبحان الله، الشعر الراس الخاص بالانسان، هنا القرود او الغوريلا هذه سبحان الله لديها نوع اخر من القمل، هذا هو شكله مختلف يناسب شعر الغوريلا لان شعر الغوريلا سميك <applause> يعني سبحان الله انظر الى تصميم ابداعي في الكون، الطيور هذه لها شكل ايضا مختلف هذا هو طويله تختبئ بين ريش الطائر، انظر كم هي طويلة، هذه هي قملة خاصة بريش الطائر، سبحان الله، وهناك أنواع على الطيور أيضاً، وهناك يعني أنواع كثيرة جداً منها في الطبيعة سبحان الله، طيب من الذي أعطاها هذا التصميم؟ من الذي خلقها جميعاً؟ لابد أن هناك خالق منظم، عليم، حكيم، دقيق جداً في صناعته سبحانه وتعالى وليس عشوائي. بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى هنا هذه القملة تضع بيضة على طب طبعا هي تضع العديد من البيض كل يوم ولكن لو تركت البيضة هكذا ستموت تضع لها مادة لاصقة هنا انظر أخي الحبيب هذه هذه البيضة وهذه مادة لاصقة مثل الغراء تمسك بال بالشعرة وتعلق بها ويصعب إزالتها لتضمن لابنائها او لذريتها ان يعيشوا ويتكاثروا، وهذا هو سر قدره هذا المخلوق على التكاثر، سبحان الله. انظر معي يعني سبحان المبدع كم كم هذه الحشره لديها تقنيات، لديها اسرار للعيش على شعر الراس ولديها قدره على الاختباء، قدره على التخفي، قدره على التكاثر، قدره على التغذي. انظر إلى هذه المخالب هنا أخي الحبيب لابد أنا أن أتساءل معك الآن لماذا خلق هذه المخلوقات سبحانه وتعالى؟ هذه مخلوقات خلقت قبل مئات الملايين من السنين قبل مئات الملايين موجودة في أرضنا وتتكاثر وتعيش الهدف أن الله عز وجل خلق هذه الأرض كمنظومة متكاملة منظومة متكاملة لا تستطيع أن تخفي حتى البعوض إذا اختفى سيسبب مشاكل في التوازن البيئي الأرانب إذا اختفت من الطبيعة ستسبب مشاكل في التوازن القطط إذا اختفت وتحدثنا عن ذلك ستحدث مشكلة في التوازن البيئي فكل مخلوق له مهمة وعمل سواء علمنا أم لم نعلم ولكن الهدف الأول أن الله يريد أن يريك قدرته ودقته في صناعة الكائنات، يريد ان يريك ان هذا الكون لم ياتي عبثا، لان الطبيعه لا يمكن ان تصمم حشره بمخالب بابعاد محدده تناسب شعر الانسان بالذات، لا يمكن. الشيء الثاني عندما نتامل قول الله تعالى صنع الله الذي اتقن كل شيء، عندما نتامل قول الله عز وجل هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، الانسان عاجز أن يخلق هذه الحشرة الصغيرة، وهناك آية في القرآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها في الصغر، أي فما أصغر منها، هذه أصغر من البعوضة، وهذا مثال يمكن أن يضربه الله سبحانه وتعالى ويتحدى به البشر أن يخلقوا قملة رأس، حشرة صغيرة جدا، لا يستطيعون، إذا هنا يظهر ضعفنا وعجزنا نحن البشر امام خلق الله سبحانه وتعالى الذي قال: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.